انت تكلم عن المرشحين الحين مو عن الناخبين، ليش اعزفوا؟ احنا فرحنا اول شيء بالقانون 120 لسنه 2023، هذا القانون فوضيه كان حاط انفاق انتخابي وكان يشرك المجتمع المدني في عمليه مراقبه الانتخابات. احنا بنعرف الارقام تطلع صحيحه ولا وكان يلزم الجهات بانها تعطي بيانات احصائيه، وكان يلزم الجهات، فكان عندنا 12 بنت موجود بالمفوضيه، وينهم؟ طشرهم. شو اللي طشرهم؟ طشرتهم الحكومه بسبب عجز منها بانها تحصل على كم قاضي يقوم يداومون في المفوضيه. طبعا هناك في جدل كبير، لكن طلع الجدل هذا ينتفي تماما عن مرسوم الضروره اللي طلع. الجدل السابق بان القضاة كانوا يبون الصفه القضائيه، ترى الصفه القضائيه غير المميزات والمنح الماليه. فلما جم في 7/2 قبل حل المجلس كانوا يطالبون في اللجنه التشريعيه ان يمتلكون الصفه القضائيه فيقبلون في التعيين. هذا يحتاج تشريع، ما عليك. لكن لما طلع مرسوم الضروره كانت صدمه، حتى اجتمعت مع الفيل واجتمعت مع الناس الاستشاريين، قلنا شو اللي كاتبين هذول مرسوم الضروره؟ كاتبين بان في انك في خطاب ورد لهم من 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 شو اسمه مجلس اعلى القضاء يقول بانهم مختلفين عن المميزات الماليه والوظيفيه. اذا المميزات الماليه والوظيفيه هذا باب نقاش، وين وهمكم السابق انكم تقولون ان الصفه القضائيه؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، اي انسان اداري يعرف تماما بان المركز القانوني ينشئ بالتعيين، بالعربي جهاز المفوضيه ينشئ للتعيين، ما حصلت التعيين تنتدب له بنفس شروط التعيين، لين ما تقدر تعين ما قدرت تنتدب، هذا قانون الخدمه المدنيه خالص لانه ينطبق على الخدمه المدنيه، ما قدرت تنتدب تستعين استعانه اللي هو احنا الكويتيين هنا نستعين في قضاه برا الكويت، ما قدرت تستعين تقوم تكلف. فعندهم ضوار معالجه كثيره ما اتجهت لها الحكومه، عطلت قانون المفوضيه، وهذا باب الخوف من بعض المرشحين من دخول الانتخابات. النفاق الانتخابي اللي قاعد يصير في الانتخابات في دوائر معينه عالي جدا، يسكر عليك حواجز الاعلام كلها، كل حواجز الاعلام تحاول تدخل في اي وسيله اعلاميه تلقاها مسكره قدامك، اللوحات مسكره، تكلفه اللوحات غاليه، تكلفه حتى المسجات هذه اللي توصل اي لوحات، ما كل لوحات، اللوحات اللي يحطون لا في ثابته ثابته ثابته، تعال شوف اللوحه ب 5000. هذه مالت الاعلانات الرسميه.